رواية منام ميت ألفتها عند دار ماستر للنشر والتوزيع بمصر. الرواية تروي يوميات علي الغسال وهو أحد دايات الجزائر. هو كان شخصية مغمورة، كان يغسل الموتى في القصر، فاتفق الانكشاريون على أن من يدخل إلى القصر يعينه دايا على الجزائر وحاكما على الجزائر، وكان ذلك من سنة 1808 إلى غاية 1809، وكان مصيره هو الإعدام. الرواية كذلك تروي مخططات فرنسا من أجل استعمار الجزائر، ففي سنة تعيينه بدأ نابليون في إرسال جواسيسه إلى الجزائر، ومنهم بوتان الذي قدم تقريرا عسكريا وأورد فيه الخرائط التي يمكن اعتمادها للدخول إلى الجزائر، وأوصاه بالدخول في من سيدي فرج. وتروي الرواية أيضا النفوذ اليهودي في الجزائر عبر اعتماد بوتان ونابليون على الإخوة بوشناق وبكري من أجل تمويل نشاطات بوتان. طبعا أنا في صدد تحضير رواية أخرى، وأنا بصفتي تكويني الأكاديمي درست التاريخ، فالمؤكد أن التاريخ سيكون حاضرا أبدا في مسيرتي الأدبية.